السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب يوم الاطفال او يوم اكلات اولادنا وحبايبنا، بنحاول طبعا كالعاده كل اسبوع نفس الجملتين اللي بنقولهم في الاول، مش عايزين نعمل اكل كتير في البيت، عايزين نخفف شويه الطبخ وكمان نساعد اولادنا نعمل اكلات تكون سريعه عشان ما ننزلش الشارع كتير، فنقدر ناكل براحتنا في البيت بس ننزل الويك اند ده. انا عارف اتعودنا على الجملتين من علاء كل اسبوع. طيب تشيكن على كيف، الفراخ دي بتبقى محشيه وليها طعم كويس قوي، بتتعمل بالفيجيتار وتتحمر، ليها كذا طريقه، هعملها بطريقه النهارده لحضراتكم سهله جدا ما فيهاش صعوبه. الطبق الثاني هعمل شوربه بالخضار المشكل مع اللحم البتيلو، تكون ضعيفه في التسويه وسهله في الهضم كمان وفي التسويه نفس الموضوع، تبقى ليها طعم كويس جدا مع الخضار والكريمه، هيبقى حاجه جديده ان شاء الله. الطبق الثالث عايز اخلي كده الشباب الصغير كده يبقى الصحه كويسه ان شاء الله، هعمل لهم بطاطا بالبشاميل، بس البطاطا تتعمل الشكل القرع العسل بالبشاميل بالفانيليا والايس كريم والمكسرات، عايز كده الموضوع يكون فيه حاجه كويسه وطعم كويس، ده اهم شيء. يبقى الموضوع كده عندي النهارده بطاطا بالبشاميل، وعندي كمان شوربه باللحم والخضار، وعندي التشيكن على كيف او الفراخ المحشيه بالجبنه والخضروات مع كمان الفيجيتار متحمره في الزيت تكون سخنه كويس قوي، تطلع كمان مع فرنش فرايز يبقى ليها طعم كويس قوي. قبل ما نشتغل في اي حاجه نطلع فاصل ثم نوصل. اهلا بكم مره ثانيه مع الام هنيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض على ثلاث اكلات اسهل من بعض. رقم واحد عندي تشيكن على كيف او فراخ محشيه بالجبنه، وممكن نحط لها زيتون وفلفل الوان، اي حاجه بنحبها نحشيها مع البيض واللبن ومع الدقيق ومع كمان الفيجيتار، وتحمر بشكل يكون حلو وعلى السريع. الطبق الثاني هعمل فراخ شوربه عفوا خضار مع اللحمه، وممكن اشيل اللحمه احط بدلها فراخ، ممكن اشيل اللحمه والفراخ امشيها عندي بالخضار، لكن هعملها بالكريمه، هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثالث هو اللي هنبدا فيه اول حاجه عشان خاطر ياخد تسويته، البطاطا هي طبعا من ضمن النشويات على سكريات شويه، يعني البطاطا هي زي البطاطس وزي كمان القرع العسل كالسمك بتاعها كنا عارفين، ومفيهاش اي صعوبه خالص، ولكن لو هنسويها مشويه طبعا بنحطها زي ما هي من غير ما تشال القشر منها، او لو هنقطعها لازم نقطعها بس نبوشها شويه في حبه ميه، يعني ليها كذا تفاصيل. انا هعملها زي القرع العسل، يبقى هجيب كميه البطاطا نفس كميه السكر، وابدا احطهم من غير ميه على النار هاديه في حله تافلون. تافلون يعني ماده عازله مش حاجه تانية، غير ما يكونش فيها حاجه يعني بالعربي تلسع مننا واحنا شغالين، لان تاخد وقت كتير جدا، عشان كده هعملها في البدايه. هجيب عندي البطاطا واقطعها بالشكل ده كده، اي تقطيع انا بحبها او سهل بالنسبه لي كده، ناخد بالنا شويه لان ممكن يكون الشكل العام يغر، ولكن هي بتبقى ناشفه شويه، بقطعها كده مكعبات ماشي الكلام حلو كده. اديني قطعت اي كميه انا عايزها، هنقول زي ما احنا قلنا من الاول تاني، المعيار عندي لو نص كيلو من البطاطا يبقى عندي بمعيار 400 جرام سكر، او نص كيلو سكر، لان كده كده السكر هيتكرمل معاها وهيبدا يسويها. هبدا اعمل كده على النار اهو، طبعا دي مش محتاجه تشوك او صدمه او اي حاجه خالص، هو زي ما هو كده ماشي الكلام. طيب السكر زي ما اتفقنا نفس الكميه، انا عامل كميه قليله ليه؟ عشان انا اصلا عندي كميه كبيره، فلازم اوري حضراتكم الموضوع من اوله وفي النهايه نشوف الشكل العام، بس عشان ابقى كل صراحه برضو مع حضراتكم. طيب يبقى حطيت السكر وحطيت عندي البطاطا وعندي كمان كيسين فانيليا في النص كده، هم دول اللي هيدوا معايا الريحه اللي انا عايزها، واسيب عندي الكلام ده كله على النار وابدا اوطي عليه، ما خلوش نار عاليه عشان تستوي براحتها كده، ونخليها على درجة حرارة مثلا 3 ماشي الكلام. ده بالنسبة لأول حاجة عندي. الطبق التاني نخش عليه مع حضراتكم، طبعا ده لسه هنعمله بشاميل وهنعمله كل حاجة، يعني لسه ده في بدايته بس، والمية اللي بتغلي دي مية عادية جدا، هعملها مرقة عشان خاطر أعمل فيها الشوربة براحتي خالص. يبقى أنا عندي دلوقتي أخش عندي على الفراخ. الفراخ ليها 500 طريقة، من ضمن الطرق أنا عايز أعمل الفراخ دي زي الفراخ البانيه، بس الكفته البانيه مش الفراخ البانيه اللي هي زي السكالوب او الصدور، فهتبلها تتبيله تكون كويسه جدا
وبعد كده ابدا احشيها بطريقه سهله وبسيطه وتخش تلاجة عندي شويه ممكن تتشمع، وبعد كده اطلعها عندي تبدا تتحمر. هنجيب مع بعض بوله فاضيه ونبدا نشوف اخبار التتبيله ايه. رقم واحد عندي بجيب عندي بصلايه مبشوره بس بدون ميه، يعني ابشر البصله كويس قوي واطلع منها الميه، هتبقى عندي كده اهو تفل البصل بالعربي. ماشي الكلام. عايز تبل البصل الاول، ماشي الكلام، فلفل اسمر، حلو الكلام، وكمان عندي حبه ملح، مش هحط ملح اكتر من كده عشان خاطر انا عندي كده كده الزيتون او الجبنه هيبقى ليه طعم كويس برضه. حبه بابريكا في النص كده واقلب، وعندي كمان حبه بهارات فراخ، اقلب كويس قوي البصل بطو ويبقى عندي شايف ان هو مظبوط اهو. هجيب عندي نص كيلو فراخ مثلا بالشكل دوت، وهديها عندي، هجيب معلقه عشان احط المعيار اللي احنا عايزينه، هجيب عندي معلقه فيجيتار اهو كده في النص معاهم، حلو الكلام. لو لقيتها ان هي فكه شويه برضو لا مانع ان انا هعمل نفس الموضوع تاني، هقلب كويس قوي الخليط كده، نزود كمان حبه فلفل اسمر بيبان الريحه واحنا شغالين، حبه بهارات كمان، عايز اعلي التيست اكتر، وحبه ملح كمان، حلو كده. ممكن لو حبيت احط عندي فص توم ما عنديش مانع، لو مش عايز توم عشان الزيت يبقى احط عندي توم باودر على بصل باودر اهو، واقلب كويس جدا مع تاني بابريكا برده واقلب. عايز اعمل خليط يكون له ريحه حلوه ويكون طعمه كويس كده، لازم يتقلب كويس جدا عشان احس ان انا عامل عجين فعلا، وابدا اشتغل عليه واحده واحده كده. ماشي الكلام معايا يا استاذ شفيق ولا انت فين؟ ماشي، حلو الكلام. طيب هتيجي تعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز اسيب دي كده شويه لمده دقيقتين، وبعد كده هبدا اجيب عندي كميه الزيتون بتاعتي، وهعمل حاجه حلوه قوي فيها، هفرمها بالمره عشان اكون عامل كل الخليط بتاعي مش باين، مع الجبنه مع بقدونس اي حاجه انا عايزها كده. نجيب مثلا اي زيتون بنحبه بس ما يكونش ملح زياده، بالكميه مثلا نقول مثلا معلقتين، ماشي الكلام، وابدا هفرم كده على طول. عايز احط اي حاجه انا ما عنديش مانع بس تكون مفرومه عشان ما تبانش من الخليط. الجبنه برده تزود، هو الطبيعي تحط جبنه بس، ولكن انا عايز اطور الموضوع اكبره اعمل اللي انا عايزه كله، ما عنديش مانع. ممكن وانا شغال برده لو جات لي فكره ولو متاح عندي حبه فلفل الوان، ماشي الكلام. هزود كمان بالمره فلفل الوان لو عندي، مش هاخد كتير، هاخد حبه صغيرين كده مثلا، نرجع الكبار دول، وهات حته خضره عشان يبقى الالوان متظبطه، هنلمهم مع بعض كده. ونلم كله على بعضه وابدا افرمهم فرمه تانية على السريع لحد ما يبقوا كلهم شكل بعض، ما فيهمش اي حاجه خالص كتير كبيره لان ده حشو. ماشي الكلام كده كويس، لازم يتعملوا كويس يا استاذ شفيق والله. وانا شغال اجيب عندي الجبنه الشيدر او الجبنه اللي هحشيها براحتي، واجيب عندي معلقتين بقدونس في النص، وكمان عندي الجبنه كله عندي على القطاعه، هبدا اقلب كله مع بعضه. ده خليط انا عايز اعمله عندي حشو، زود كمان جبنه
حلو الكلام كده. طيب هجيب عندي طبق فاضي عشان ابدا اللي اطلعه يبقى عندي جاهز على طول. ماشي الكلام. تعالى بقى نوسع كده شويه ونجيب عندنا الخليط اللي احنا عملناه. هجيب عندي مثلا كده وابدا هعمل كده شكل كفته اهو، وهعمل كده بالنص اهو زي ما حضراتكم شايفين، وابدا اجيب عندي المفروم ده كله كده، وابدا اقفل تاني اهو، وابدا ابرم البرمه الثانيه الاخيره اهو كده. ماشي الكلام. معانا يا استاذ ده انت ولا انت فين؟ ما بتردش عليا، مش معايا. ما هو انا عايزك تركز معايا. ماشي ماشي اهو، نعمل شكل الكفته عادي. بصوا احنا اصلا واحنا بنعمل كفته مش باين ان حطينا بصل ولا اي حاجه. ليه؟ عشان احنا فارمين حاجه كويس. اطبعنا كده اهو، فنحط عندنا خليط بالطول كده، ونبدا نقبس تاني بصباعنا برده كده، ونقفل بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نجرب اولادنا معانا المطبخ، يخشوا معانا يعملوا العمليه دي مره في مره، الموضوع هيبقى سهل كده. تاني طيب قول لي بقى انت، الفراخ المفرومه دي جبتها ازاي؟ رحت للراجل بتاع الفراخ قلت له اديني نص كيلو فراخ اعمله كفته. فبيفرق كتير جدا، ممكن يديني فراخ صدور هتبقى طريه جدا وتبقى معايا رخمه شويه في الفارم بتاعها، او تكون يعني سهله جدا في تفكيكها ما فيهاش عرق زي ما بيقولوا كده شويه. وممكن يديني صدور وراك تبقى ملبسه اكتر، انا عايز تكون النص، يعني يعتبر بيديني نسبه 60 او 70% من الصدور، والباقي بيديني فيه من الوراك المخليه عشان تبقى معايا كويسه برده وتبقى ملبسه وتبقى ممسوكه. لما بحطها في الفريزر تتشمع ساعات بنزلها احس ان هي خفيفه، اديها معلقه الفيجيتار بتربط معايا كويس قوي، كمان بتساعدني على الكريسبي كده بالشكل دوت. وابدا اقفل تاني اهو كده، وممكن نعمل كده لو حبينا اهو عادي، ده كله في ايدينا، بس انا شايف ان احسن اني يكون بلمها تاني. بصوا اهو اهو يا استاذ، ماشي الكلام كده. دي هتخش طبعا الفريزر شويه عشان تتشمع، بعد كده تطلع على طول تخش على الدقيق البيض واللبن مع الملح والفلفل مع الفيجيتار على طول كده. كمان واحده، لا مش صحيه، هي عجينه، فالعجينه دايما تبقى عايزه مسايسه، يعني لازم تكون بتسيسها شويه. بص اهو معايا انت اهو، بتسيسها كويس عشان خاطر تبدا تعمل معاك عرق وتبدا تبقى جاهزه معاك للحشو اهو، او للتسييخ حسب اللي بتعملها ايه اهو. حلو الكلام ده كده، ونقفل كده، ونبدا نعمل كده كمان، قفلها كويس كده كده، ده كله هيخش تاني التلاجة هيبدأ يتشمع شوية. ماشي الكلام. طيب أنا كده كفاية عشان ما اشغلهمش معايا وأبقى عمال رايح جاي وقلب الدنيا معاك، وهندخل دول الفريزر شوية كده يتشمعوا، وبعد كده نشوف هنعمل فيهم إيه. طيب أنا بس حبيت أوصل لحضراتكم النقطة بشكل بسيط ما فيهاش صعوبة. طبعا الخليط ده كله أكيد هيتزود تاني وهيتعمل عشان خاطر برضه يبقى عندي كمية حلوة، ربع كيلو زي ما اتفقنا، أو خلينا نتكلم في الوسط، ربع كيلو هيمشي معايا بمعيار بصلاية كاملة تكون مبشورة ما تكونش فيها حاجات كتير مية، ده رقم واحد. رقم اتنين هتكون عندي حبة ملح، عندي فلفل أسمر، عندي بهارات فراخ، دي حسب الدلع بتاعي وحسب اللي أنا عايزه. بص هنا كده يا أستاذنا، أدي السكر بدأ يجيب ميته أهو، بص أهو شفت؟ مية السكر بدأت تجيب على نار هادية، هيبقى الموضوع معايا تمام التمام. فهرجع لكم بقى تاني للفراخ حسب البهارات اللي بنحبها وحسب اللي في دماغنا فيها.
زي مثلا زي ما اتفقنا عندي بهارات فراخ، عندي ملح وفلفل، عندي كمان بابريكا، عندي كمان توم باودر على بصل باودر، ده كله يفرق معايا كتير جدا في الطعم. ببقى احشيها كويس قوي وبعد كده ببدا احطها عندي في الفريزر عشان تتشمع وبعد كده تبقى معايا كويسه لما اجي احطها عندي في البيشدور. قبل ما اطلع الفاصل حبيت بس استرس في النقطه دي عشان خاطر ابقى انا كده تمام في اول حاجه. هنرجع من الفاصل ان شاء الله نبدا نسيبها لمده 5 دقايق كمان وبعد كده احطها عندنا في الفيجيتار ونحطها عندنا في الزيت على طول. عايز ابص بصه اخيره زي ما انتم شايفين اهو عندي هنا ده شغال برضو. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل الشرب على مزاج شويه زي ما اتفقنا، هعملها بالخضار، هعملها عندي باللحمه، هعملها عندي بالكريمه اللباني، هعمل عندي بالمرقه، ده كله ازاي هنشوفه بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه مع الام هنيه. قبل الفاصل كنا مدخلين الفراخ داخل الفريزر وعملنا البطاطا عند الشوربه. الشوربه زي ما اتفقنا عايز اعملها بمزاج شويه، فواحده واحده كده مع حضراتكم عشان اساسياتها هتكون اساسيه عاديه جدا. البصل والكرفس والكرات هعملها عندي بالخضار، اي نوع زي ما اتفقنا من الخضار، عندي بسله، عندي جزر، عندي بطاطس، عندي كوسه، اي حاجه انا عايزها ما عنديش مانع. هتعمل باللحمه بس انا ارجح ان اللحمه تكون اصغر من كده، وعشان كده يلا مع بعض على السريع كده نفرمها فرمه صغيره جدا مش تاخد مني اقل من دقيقه عشان تبقى برضو حاسس ان هي طعمها تبقى افضل. يبقى عندي اقطعها كده على السريع واعمل فيها جزار، الجو بتاعي زي ما انتم عارفين، ويبقى اكيد ليها طعم كويس. ما دام رحت للدرج ده تعرفوا اجيب سكين كبيره، يعني دايما كده عايزكم تحفظوني في النقطه دي. ما دام رحت للدرج ده يبقى هجيب سكينه كبيره كده. نقطعها على قد ما نقدر كده، لان هتتشوح الاول مع البصل ومع الكرفس ومع الزبده، وبعد كده نبدا ننزل بيها بكل الاحتويات. جماعه للدانيين يحبوا يعملوا اللحمه دي معموله كده مع السنوبر مع زيت الزيتون داخل الحمص، تبقى ليها طعم جميل قوي. دي مش هعملها مفرومة ولا هعملها صغيرة، هعملها كده يعني عشوائية يعني. بس خلاص مش أكتر من كده. ونجيب مع بعض كده الحلة سخنة خلاص معلقة زيت على زبدة كده، ادي الزيت وادي الزبدة، حلو الكلام. وادي اللحمة المفرومة او النص ضربة صغيرة. هتشوف الشكل عامل ازاي دلوقتي بقى. طبعا قبل اي كلام لازم فلفل اسمر، متعودين اي حاجة بنحمر بنشوح فيها فراخ او لحمة لازم نديها فلفل اسمر عشان الريحه اللي تطلع دي تبقى عجبانة، ما تبقاش حاسين ان احنا بنعمل حاجه غريبه. اهو بص انا قصدي على ايه بقى، في حته اللحمه عامله ازاي، ما فيهاش حاجه صعبه. وانا شغال اكمل تسويتي بالبصلايه بتاعت المفرومه، ماشي الكلام، بتاعت الشوربه مع كمان حبه الكرفس على الكوري، يتشوح كويس اهو. اللحمة عشان بتقله استوت بسرعة، ما فيهاش يعني في ثواني حاجة تبقى متأخرة أو حاجة. هنديها معلقة دقيق مع معلقة زبدة عشان أحط كريمة لباني بس بعد المرقة. تعال بص على المرقة، شيل دي عشان خلاص حطينا عليها. ناخد بالنا شوية من النقطة دي، أنا أكيد ما بقاش جاي الصبح وناوي ان غير 5 6 قطعات والبس 20 جوانتي و30 منديل، لا. هو الموضوع النظافه في الاكل يعني احسن من الاكل. يعني لما بيشتغل بقطاعه عليها فراخ بعديها لحمه
بعديها سمك، ده مش اكل، عمره ما يكون اكل، ده هيبقى عك شويه. العك ده انت ممكن الاكل ما يتاكلش بس احنا شفناك، ممكن تكون انت حلو وجميل بس يعني طريقتك في الاكل غريبه. لما بخش مطعم بلاقي شيف اليونيفورم بتاعه وحش، بشمئز من الاكل، ومع ان هو مش عامل الطبخ، يعني مش هو اللي اكلني، او السيرفيز اللي هو جاي لي لابس المافيول او القميص او البنطلون، هو شكله غريب، حاسس ان هو يعني كده. عشان كده كانوا بيعلمونا موضوع الهوسبيتاليتي او النظافه الشخصيه، تبقى جايه من الدقن ومن الضوافر ومن الشكل والقميص المكوي، تيشيرت، حتى هدومك الشخصيه لازم تكون رايح الشغل الصبح شكلك نظيف، عشان خاطر ده الايمج بتاع الشركه اللي انت شغال فيها او الاوتيل اللي انت شغال فيه او المطعم اللي شغال فيه، فبيدي العنوان كده من الاستاف، هو ده المرايه بتاعت المكان. فهي دي عادات وتقاليد، دي ما فيهاش هزار، لازم الحاجه تتغير والحاجه تتنظف والحاجه تتعمل، لان شغلتنا زي الطب شويه. حتى تلاقي الصابون اللي بلبسه انا الدكتور لابسه، الكلافز اللي بلبسه تلاقي الدكتور لابسه، حاجات الجاكيت الابيض الدكتور لابسه. هي المهنه مقاربه من النظافه، والنظافه عندنا مش نظافه بس عشان خاطر يبقى انا يعني مجبور ان ابقى نظيف، دي امانه. فخلي النظافه ما بينك وبين ربنا، امانتك دي امانه بقى. هتفرق كتير جدا من انت تعمل اكل محدش شايفك عشان خاطر يطلع بره هيتباع او هيتاكل، تفرق كتير بقى لو حد شايفك ومش هيتاكل. هي هنا بقى اللعبه، انا بتشوفوني ما بتتاكلوش من ايديا، يعني عادي جدا ممكن ناس كتير جدا تبقى قاعده بتتفرج على علاء النهارده، الله شكل الاكل حلو قوي بس اكيد طعمه وحش، وارد. الله شكل الاكل حلو قوي بس مش لوجيك اللي عمله، وارد. الله شكل الاكل حلو قوي بس يا سلام لو اكلت منه، مش ده برده وارد؟ فالحاجات دي كلها احنا اتعلمناها، العين بتاكل قبل البق. فانا ما فيش حاجه في ايديا طلعها قدام الكاميرا لحضراتكم، فالاكل بيتعمل. فلو انا عملت دي على دي على دي، ممكن ناس تقبلهم وكتير جدا ما يقبلوش، انا واحد منهم. انا لو قاعد بشوف شيف قدامي او اي حد حتى لو في مسلسل مش شرط يكون ببرنامج بيعمل حاجه كده، ممكن يعني حتى لو بيمثل والله ما بهزرش اشيل منه شويه، احس ان انت يعني كرهتني في دي. دي طبيعه، كل واحد فينا اكيد ليه وجهه نظر، ولكن في الاخر احنا مش هنختلف على النظافه. تمام، هرجع تاني على اللحمه اهي بتتقلب، هنبص على الشوربه على السريع. المرقه شغاله عندي زي الفل، يعني المرقه دي مرقه فراخ او مرقه لحمه او مرقه خضار، لازم تكون بالشكل النظيف دوت وتكون تمام. المرقه دي مش مرقه مكعبات، دي مرقه فعلا لحمه من عند محمد جوعه من هالي، فانا هشتغل عليها عادي جدا بدل ما انا هعمل حاجه ليها علاقه باللحمه. طيب هنجيب معلقه زبده، حلو الكلام، اشوحها تاني مع معلقه دقيق، معلقه دقيق اهي عشان اربط بيها بس اللحمه بتاعتي، هشوح كويس جدا. البسله عندي انا مش مفصصها ومش سلقها، انا جايبها جاهزه، فالطبيعي ان هي تكون في اخر مرحله من التسويه، لاني انا عايزها تكون فريش ولونها تكون اخضر زي ما هو، لاني لو من دلوقتي شوحتها هتستوي معايا وهتفتح وهتبقى معايا مهريه وانا بشرب الشوربه، فعايز تكون خلاص. انا اهم شيء عندي اللحمه بتاعتي تتعمل مظبوط. تعال نجيب المرقه. على فكره انا ممكن اعمل الشوربه دي من غير كريمه، يعني ممكن اشربكم الشوربه دي من غير كريمه. طب ما احنا ممكن ليه ما نجربها بدل ما عملناش قبل كده. هجيب عندي معلقتين دقيق بقى، اهي واحده اتنين، ده بقى معظم المحلات بتعمل كده وناس كتير جدا ما تحطش كريمه. حلو الكلام، هاجي انزل بالمرقه اهو، سبحان الله ابيضت اهو زي ما حضراتكم شايفين. سيبها شويه بقى بس نقلبها كويس اهو، سيبها شويه هتلاقي اللون عندك اهو. بصوا كده كده، لو انتوا دخلتوا عليا بعد الفاصل وبصوا الكريمه شكلها عامل ازاي. انت معايا يا استاذنا ولا انا بقول اي كلام ولا انت فين؟ ما انا لازم اكون معايا، ما انت مستنيها اقولها، انت خلاص خدت لك خليك معايا. اللون ابيض اهو، ده من الكريمه. شوربه السي فود اللي بناكلها في المطاعم كلها بالشكل ده، معظم انواع الشوربه الكريمه اللي بالفراخ بتبقى بالشكل ده، لان الموضوع وساعات بقى يرحم لك ايه بقى، جايب كوبايه لبن ومديها معلقتين دقيق على معلقه نشا، احلى من الكريمه على فكره. في القوام، في القوام، القوام اللي هو اللي احنا بنشوفها تكون ليكويد شويه او تقيله شويه، ده مظبوط لوجهه نظر التوفير، ولكن مش مظبوط للتيست اللي احنا مطلوب مننا نعمل حاجه ستاندر. الستاندر هو اللي انت بتاكل الاكل بتاعك تكون بالطعم اللي انت شايفه او عايزه. طيب انا عايز اجيب غطا ماشي الكلام، عايز اغطي دي، فين الغطا دي؟ خدتوا الغطا مني ولا ايه يا شباب؟ طيب خلينا نعمل كده،
حلو. هرجع تاني عندي كده الفراخ داخل مش عارف ليه بقول داخل النهارده، ليه مقضيها كده مش عارف. الفراخ جوه الفريزر يا اخوانا، بس انا بحب يعني ساعات ايه اقولكم ان انا راجل فاهم في اللغه بتاعتي. انا عندي الخليط بتاع الفراخ حطيت منه جزء وجزء التاني اتفضل، هتسيبه بقى ولا تعمل فيه ايه، ولا ترميه، ولا تحطه في سندوتش تاكله، ولا تحطه في الفريزر لحد ما تنساه وترميه، ولا تسيبه في التلاجة لحد ما يبقى شكله مش حلو فيترمي اجباري، ايه بقى هنعمل فيه ايه ده؟ لا هنعمل فيه كتير، هنحمر وهنحطه على وش وندخله الفرن، يبقى الجبنه مع الخضار مع زيتون سايحين، يبقى الموضوع اكيد ليه طعم، فده هنشوفه مع حضراتكم. بصوا هنا الشوربه بقى عامله ازاي، تعالى هوريك القوام بقى بتاع الشوربه. ام دقيق حلوه، ام دقيق دي مش كلام، استنى ده القوام اهو، شايف يا استاذنا؟ بصوا اهي، ما حطيناش كريمه ولا اي حاجه اهو. قول لي بس بقى يعني خلاص، اقعد قول لي، اقعد اقول لك عايز نقعد اعمل كده لحد الصبح ابردها على اساس ان انا هاكلها البيبي يعني مش طيب. انا كده دي عايزه مني حبه فلفل اسمر او ابيض وحبه ملح، الاثنين مع بعض كده، مش كميه كبيره دايما الشوربه، بحط شويه كميات كتير عشان خاطر على المائده بنحب احنا عايزينه، بس انا كامانتي المهنيه ما تسمحليش ان انا اعمل حاجه لحضراتكم فيك، انا احط كريمه عشان تتشرب صح. حلو الكلام، قلب كويس، غلوتين ومتشكرين ونرفع، ماشي الكلام. طيب هرجع تاني قبل ما اطلع فاصل ثانيه واحده، هرجع تاني اجيب الفراخ عشان ما انساهاش. الفراخ هعملها بشكل بسيط جدا ما فيهاش صعوبه، هعمل بس واحده منها واطلع فاصل. الفراخ دي هعملها بطريقه ما فيهاش صعوبه، طبعا انتوا فكرين ان انا نسيت البسله، البسله زي ما اتفقنا في الاواخر. خلينا نبص هنا الاخبار ايه. ماشي الكلام، النار هاديه شغاله وتمام التمام. هرجع تاني للفراخ زي ما حضراتكم شايفين، هعمل فيها ايه بقى؟ الطبيعي عندي الدقيق اهو في البدايه، وفي النهايه عندي الفيجيتار بتاع كنور، ماشي الكلام. طيب هتعمل ايه بقى؟ هنجيب بوله فاضيه مع مضرب، كوبايتين لبن او كوبايه كبيره، واثنين عدد بيض. ما دام في بيض ولبن يبقى لازم فلفل اسمر عشان الزفاره كده، وكمان عندي حبه ملح اتبل حاجتي، ولو حبيت ادلع الامور، لو حبيت توم الباودر والبصل باودر، دول اكيد انا بتكلم عنهم كتير على اساس ان هم قرايبي، ولكن صدقوني هم ليهم طعم كويس قوي. بضرب كويس قوي كده، تمام انا بضرب كويس عشان خاطر ما الاقيش الحركه دي، خدتوا بالكم منها اهي، ما الاقيش حاجه طالعه مني الضرب ده اهو. تمام خلينا نشيل الحاجات دي من قدام حضراتكم عشان نوسع لاول صباع كفته فراخ هيتعمل في الحلقه مثلا يعني. طيب انا عايز اعمل ايه؟ هعمل كده واعمل اول واحده بالترتيب، واحده واحده. الكفته موجوده، بعديها على طول الدقيق فباخد كفر، وبعديها على طول البيض واللبن، وبعديها الفيجيتار، ويا ريت والافضل يكون عندي وقت اقدر ادخل الفريزر لمده 15 دقائق كمان، فيبقى البيض واللبن مع البقسماط يمسك شويه. طريقه سهله جدا. وبعد كده احنا عامل ايه؟ هبدا من دلوقتي اسخن القلايه على طول عشان انجز. ادي الدقيق وادي الشكل اللي كيف، اجيب اكبر واحده عشان اوري حضراتكم. هعمل كده ماشي الكلام، وهصفيها كويس قوي من الدقيق، واعمل كده اتغطى وارفع واصفي واعدي على الفيجيتار كده اهو، ماشي الكلام. نعمل كمان واحده يا استاذ شفيق بعد اذنك، ماشي، ونطلع على طول هنا. ادي واحده كمان، الدقيق مع البيض واللبن، ونصفي ونعدي على البقسماط. ممكن نعملها اي فورمه احنا عايزينها، يعني انا مثلا الناحيه الثانيه دكيت هنا، ممكن ابدا هعمل رول ثاني اهو، ده موجود وده موجود، ده كله
مفيش صعوبه خالص، بس ندخل الفريزر لمده 10 دقائق يتشبع شويه ونحمر في الزيت السخن. اطلع فاصل. اهلا بكم مره ثانيه يا معلم هنا. طيب قبل الفاصل كنا عاملين التشيكن على كيف، حطيناها في الفريزر شويه عشان تاخد وقتها وتتشمع. الزيت شغال وسخن كويس، حمر ونشوف هنعمل ايه. طيب انا العسل بعد او سوري البطاطا بعد ما بتتضرب كويس قوي او بتهرس يعني بتخلص بنقعد نهرس فيها. بص كده يا استاذنا، يعني هو كده لسه مبدئيا يعني هي كده ممكن تتهرس. انا بهرس بايه؟ بهرس بالبلاستيك، باين قوي ان بدا ياخد جزء من التسويه. الميه بتاعته تنشف هيبقى عندي طالع بالشكل البوري ده اهو، ده كده. طب اعمل ايه؟ ببدا اساوي كويس، ممكن احطه عندي بايركس، ممكن احط عندي في اي حاجه انا عايزها، ولكن انا عايز احطها النهارده في شكل الصينيه او شكل اللي حضراتكم شايفين الفورمه يعني اهو كده بنساوي. طيب هتعمل البشاميل ازاي بقى يا سيدي؟ انت كل يوم تعمل باربع معالق كوبايات دقيق، اربع معالق زبده، وساعات ما بعرفش اعمله. طيب هنعمله ازاي احنا بقى النهارده؟ هجيب عندي الحله وهجيب عندي كيس البشاميل بتاع كنور فاين فود ده، اربع كوبايات لبن باردين مش سخنين، وهقلبهم مع بعض لمده 3 دقائق هيبقى عندي زي الفل. ادي الحله بارده واربع كوبايات لبن المطلوب مننا اهو كده على نار هاديه ماشي. ونجيب مقص عشان يبقى سهل معايا كده. والله انا شايف ماشي كنت هجيب الحل الاصغر بس قشطه يعني كده اللي لقيتها قدامي بس مش اثر معايا. هعمل كده وهجيب مضرب في ايدي، بس الافضل يكون مضرب سيليكون زي ده. السيليكون ده اللي هو يعني ما بيتحتكش بكميه كبيره في التابلو. بعمل كده اثبت كده على نار هاديه بشاميل من كنور فاين فودز كده ماشي الكلام. هقلب كويس جدا عشان ما يبقاش معايا مخرص، وهنشوف هيبقى عامل ازاي. ممكن عايز اضيف له اي شيء انا بعد كده ما عنديش مانع، زي ايه؟ زي ملح، زي فلفل، زي بيض، زي جبنه، زي اي شيء براحتي خالص، بس اقلب في اتجاه واحد لحد ما كله يبقى سواسية كده. الشوربه دي خلاص على الغرف يعني ما فيهاش كلام كده. ده هسيبه دقيقتين ثلاثه. تعال نبص على الشوربه على السريع، ونحط كمان البسله ونديها تقليبه ونشوف اخبارها ايه. اهي بص الشوربه يا استاذنا، اهي انا غرفها دلوقتي هنشوف شكلها عامل ازاي، بس نغطيها عشان تبقى محافظه على درجه حرارتها. ونجيب عندنا البشاميل بعد 5 دقائق يبدا يتقل، ونروح جايبين عندنا الوش بالشكل دوت اهو، نبدا ننزل كده كمان واحده وندخله الفرن اهو. منديل عشان ما الاقيش الموضوع عندي ملحوس، مش من دلوقتي هشوف، هشوف بعد ما اخش الفرن ويطلع هتلاقيه محروق اهو. ماشي الكلام. درجة الحرارة 170 لفوق بس، مش عايز تحت، ونسيبها نشوف شكلها عامل ازاي. طيب البشاميل هنا عشان ما يبوش مني لازم اقلبه، واستغل الوقت ان انا دخلت الفرن حاجتي وتمام التمام. عندي الناحية التانية الشوربة تطلع على طول، تعال نطلع اللي في الفرن اللي سوري في الفريزر ندخل على طول على ماشي ندخل على القلاية. ده بقى بستغرب له ساعات. ماشي الكلام، الزيت يكون سخن اهم شيء. نبدا نعمل كده بسم الله. لا ده الزيت بارد، ده زيت حد قفله. ماشي خليه بقى كده، مش هنزل وهو زيت بارد. تعال نلم المكان
لحد ما الزيت يسخن كويس، فاضل له اقل من 5 دقايق بكتير قوي، وبعد كده نكون مخلصين. هنا دي خلاص تتقل ويبقى جاهز. تعال نغرف الشوربه بالمره. ونطلعها. نغرف الشوربه في حاجه. طيب. نغرف الشوربه في طبق باندرلاين على السريع. اي الحمد لله. اي بص يا استاذنا كده. بس كده كميه مظبوطه، ولا في زياده ولا في قليل. ونديها ايه ممكن حاجه كده على السريع بس، مش اكتر من كده. نطلع بيها على طول دي، بس نلعب بيها كده عشان يبقى شكلها ظريف. شربة الخضار باللحمة والكريمة، زي ما قلت لكم في عندي نوعين كريمة، ممكن نلعب بدي وممكن نلعب بدي، احنا ومزاجنا، ده موجود وده موجود، ماشي الكلام. طيب خلينا نشوف اخبار القلي ايه. تمام، احنا كده ممكن نبدأ ننزل نحمر حاجاتنا. انا احب رفع طبعا البقسماط عشان ما يوسخليش الزيت، اقدر اشتغل بيه مره واتنين. ماشي الكلام يا استاذنا؟ معانا انت ولا انت فين؟ ناس كتير ممكن تفكر ان انا بقعد اهزر مع شفيق، انا ما بهزرش معاه على فكره. انا ببقى عايز اشوفه جوه الحله، عايز ارخم عليه لما يبقى معايا بقطع، لان انا واقف قدام كاميرات. على فكره مفيش حد واقف قدامي خالص غير طبعا زمايلي واقفين ورا الكاميرات، مفيش حد من كنترول معايا. فانا بعمل اكل، انا ما بقراش من شيء، كله بطلعه من دماغي على لساني. فالحاجه اللي انا شايفها عايز توصل لحضراتكم، فمش يعني هجيب الكاميرا احطها مثلا في الطبق، لا، فهو الوحيد اللي بيحرك الكنترول هو طبعا والزملاء جوه في الاخراج، فهم اللي شغالين في دي. فبقعد ارخم عليه فيجي لي يعني اجباري زي ما بيقولوا كده، اللي هو عشان يسكتني. هي دي القصه كلها اللي بعملها كل يوم مع شفيق. انا عايز حاجه تخش جوه. في ناس ممكن تفكر ان انا بنكشه فامس عليه او يمس، لا 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 خالص، انا مش لعبتي. بس انا لعبتي ان انا بجد ممكن يكون هو بعد الحلقه بيزعل مني، ان انت ليه بتقعد كل شويه تقول لي ها تعالى وانا ما انا شايف. انا بقى مش شايف، انت لو شايف انا مش شايف، انا شايف بس الاطباق اللي قدامي. فعايز طبعا حضراتكم تشوفوا كل حاجه بس كده. تعالى بقى نشوف اللي في الزيت. بدا يغلي اهو وبدا يتقلي، وهو ده المطلوب. سيب ده كده، نرجع البشاميل على نار هاديه. انا بعمل البشاميل النهارده في حاجه جديده عليا، بعملها في حله كبيره، فطبعا هو مش صح، المفروض اعملها في كاسرول زي كده عشان يبقى احسن معايا في التقليب. فده اللي لقيتها قدامي فحبيت انجز، وده المطلوب. نبص على الفرن. تمام، ماشي الكلام. نزود سنة بس كده. هنا ده بقى نحضر له ايه؟ نحضر له منديل عشان لما نطلع ال الفراخ تبقى طلع على حاجة تنشف الزيت شوية. ولو هندخلها الفرن عشان نحط عليها التوبنج اللي احنا عملناه، اللي هو الخلطة اللي كانت محشية فيها جبنة، فندخلها برضو عليها في صينية. لو في وقت يا أستاذنا، لو مفيش وقت قول لي، بس الأول تطلع تتصفى. ده بقى اللون ده جالي منين؟ اكيد ما جاليش في الوحي، جه من حاجتين، سخنا زيت كويس وحطينا في الفريزر شوكو كويس، والعكس هيبقى ايه؟ هيبقى مفككه، والعكس التاني هيبقى عندي مشكله السقوط من القلايه بتاعتي، هيبقى نازل منها الخليط، لان دي في الاول وفي الاخر مفروم. معلقه المعلقه اللي حطيناها الاول
معلقة البقدونس البقسماط كانت في البداية هي الأساس عشان تلم مع العجين وهو ده المطلوب. فدايما أساسيات الطبخ بتاعتنا تبقى جاهزة مفيهاش صعوبة، ولكن احنا برضو ساعات بنسقط حبة حاجات كده، والكفتة فكت مني والسكالوب راح مني. لا، هو من الأول من البداية بدأ. أنا مخلي النار عندي ماشية زي السحليفة غالبا. لا يا عم، أنا بعرفش أشتغل على النار باردة، أنا أعلي عليه وهبقى قدام عينيا كده، ونعلي شوية النار نخليها 7-8 أي حاجة، ونقف قدامها هتليه في ثانية خلص، لأن هو بياخد 4 دقايق، أنا بعمله في 4 دقايق بس في حل أصغر وعلى النار برضو بتكون هادية كده. نسيبه يقلي من دقيقة ونطلع لهناك، هو ده المطلوب يا أستاذ. شكينا على كيف، على كيف كيف حضراتكم، دقيقتين بس كده ينشف، وبعد كده نحط عليها الخليط وندخله الفرن. وهنا كمان عندي الخليط، هبدأ هرصه عليها كده يعني بشكل بسيط بشكل عشوائي على الوش، وتخش الفرن عندي مش تاخد مني أقل من 3 دقايق. جبنة تسيح مع الخليط اللي هو هفكركم بيه فلفل الألوان، وكان كمان الجبنة والبقدونس والزيتون، ده كله مفهوش صعوبة بس مفهاش حاجة يعني. تعالى بقى ندخل الفرن عشان ننجز، عشان انا عارفك انت ايه. تمام، ماشي الكلام اهو. تمام، دخل الفرن اقل من دقيقتين ونشوف الاخبار ايه. نبص على هناك، بص الجمال جوه بقى اللي بيحصل، في حاجات بتحصل كتير جوه شايفها انت ولا؟ استنى شويه، استنى شويه كده، احنا خلاص خلصنا، فاضل بس نطلع عليه في الفرن ونطلع الايس كريم كمان عشان نبدا نخلص اخر طبق. انا بقول في حاجه في البوتاجاز بقى مش الصوص بقى، انا في عندي مشكله في البوتاجاز، وانا اقول ماشي ممكن نعمل كده فعلا. كلامك مظبوط، بس كده البوتاجاز التاني. وبيني وبينك برضه الحله كبيره، خلينا نتكلم بالصراحه والامانه، حله كبيره قوي على صوص البشاميل، بس قشطه يعني ماشي الكلام. طيب احنا كده خلاص خلصنا، هنطلع بس الفرن حالا ونغرف على طول. طيب بس مكاننا عشان يبقى الموضوع خلص. تمام، يلا هلا هلا. كده بتعلى وبتاخد اللون المطلوب منها، انت واخد بالك من اللي انا شايفه يا استاذ شفيق ولا لا؟ لا، اصل انا شايف حاجات بتحصل جوه غريبه يعني. اهو رجعت دماغي ورا، شايف اللي بيحصل؟ بتغلي فبتعلى فبتحمر. والناحيه الثانيه شايف الناحيه التانية؟ طيب اهو بص هنا، شايف هنا؟ والله انت شكلك ولا انت هنا ولا هنا. طيب خلينا نطلع بديل، خلصت على السريع دي، خلاص خلصت تتغرف على طول. والصوص هنا بص، شفت بقى المشكله كان فيها يا استاذ؟ اهو المشكله كانت في البوتاجاز، بدا اللبن يغلي والصوص يتقل، وهو ده اللي كنا عايزينه بقى لنا ساعه. طيب تعالى نطلع بقى اللي احنا محتاجينه
سيب ده خالص بقى خلاص كده مش محتاجينه، بس كنت عايز اطمن بس على حاجه كده. الحمد لله تمام. خلينا نطلع الطبق اللي جاهز. نحط شويه كده عشان ما تتلسعش مننا واحنا شغالين. نطلع اللي تشكل الكيف في طبق حلو كده. ماشي الكلام، جبنه بسيط وكمان ممكن حاجه خضرة من الجلاب وشكرا. ده شكرا على كيف محشي طلع الفرن على طول. اثبت كويس قوي اللي دخلت في الوقت المناسب الحمد لله. تعالى يا استاذنا. ده البطاطا بالبشاميل. هنعمل ايه بقى على البطاطا البشاميل دي؟ نجيب لها حبه ايس كريم كده عجب عشان يبقى الموضوع تمام. ايس كريم ايس كريم. ماشي الكلام. اديها حبه بقدونس بقى عشان تكسر اللون ده، ولا انت رايك ايه؟ على ايه البقدونس؟ على ايس كريم. ماشي الكلام. دي كانت حلقتنا النهارده، كان مع حضراتكم شوربه اللحمه بالكريمه والخضار، كان مع حضراتكم كمان الفراخ الملفوفه او المحشيه بالجبنه والخضار برضو الخضروات عامه، الفلفل الالوان، وكمان كان معاكم بقدونس والجبنه والزيتون، كان معانا كمان تسميه طاجن بطاطا بالبشاميل مع الايس كريم. دي كانت حلقتنا، حلقه جديده. السلام عليكم.